لا أرفضها، ولكن أعتبر أنها تتميز عما ذكرته. آخر محاولة للإجابة تتعلق بانتهاء عالم القرون الوسطى، يعني أنا لا أشاطر هذه العبارات التي فيها نوع من الاستفزاز، أنا لا أحب هذا، لكن أقول نعم هناك فعلا فيما ذكرته ليس إلغاء العالم القديم، ولكن إلغاء نظرتنا إلى العالم. يعني هذه المجلات لها رؤية جديدة إلى العالم، ما يمكن نسميهم une vision du monde، معناها كل ما قرأت هذه المجلات وغيرها من الكتابات هي إعادة تموقع المسلمين في عالم جديد. هل يعني هذا أن سنلغي السماوات السبع؟ لا أظن، ولكن كيف نفهم هذا في سياق جديد، في سياق هو أظن أحد المفكرين الفرنسيين ألان توران في أحد كتبه يتحدث عن comment vivre ensemble différent et ensemble، بأي منهجية جديدة ينبغي أن نعيش معا، لأنه لا سبيل، وهذه آخر كلمة، لا سبيل إلى أن نظل نفكر بأننا سنعيد صياغة التاريخ مستقبلا وحدنا. إعادة صياغة التاريخ سيكون مع غيرنا وبمناهج تختلف نوعيا عن المناهج السائدة في الماضي والسلف. شكرا لك، تفضل سعد الوهد، خلي بجاج لهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان المتصوف الكبير عبد الجبار النفاري يقول كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، فأقول كلما ضاق الوقت تكوثر سوء الفهم بين المحاضر وال للأسف الشديد 20 دقيقة يعني فعلا فيقول صراحة بأن حكم الردة كما سطره الفقهاء هو يبيح القتل ولا يجيبه، وهو نفسه يعني فهذا التناول، هذا التناول الفقهي والذي أكد لي بأنه تأطرنا في هذا الإطار لن يعطي ثمارا، وينبغي تجاوز هذا إلى أفق أرحم. فيما يخص تعليق على بعض الإخوان، خصوصا في مسألة الجرأة في الحسم أو في قول الرأي حول مسألة الردة أو شيء، حتى أنا أريد حتى جملة قرأتها للفقيه الدكتور عبد الله بن بيه حفظه الله، قال كنت أكتب في جريدة الشرق الأوسط مقالات حول الردة، وقال البعض عني أنني لا أجيب القول به، وأنا لا أجسر على القول بذلك، هكذا حرفا وأنا لا أجسر على القول بذلك، كأن الرجل يستبطن فكرا ويعلن الآخر، وهذا يعني هذا من الاعترافات مجموعة من العلماء، القرضاوي حفظه الله كذلك يعلن بأنه قدر بأنه قد هذا يدل كذلك على سلطة اجتماعية للعامة وسلطة سياسية أخرى وسلطة معرفية كذلك للأسف الشديد. حديث الانهيارات وحديث كذلك حديث يعني قديم جديد، ونرى الآن كذلك مع ما بعد الحداثة حديث كله عن يعني انهيارات، إلا انهيار الخطاب ما بعد عادته هو الذي الآن هو الذي يبرز ويتبرعم، وكل شيء ينهار إلا هو. فحديث انهيارات هو حديث يعني مرعب ومفزع، و يعني هو حديث دشوجون لا يمكن أن ندخل فيه هنا في تفصيل. آخر الأخ خالد طراولي قال أن لماذا لا نعتري أن الردة، لماذا نفهم أن دائما الردة ب أو تغم جغيدك يعني ب ب ب ككلمة فقيرة نفهمها بأنها سياسية. فعلا هو يعني هناك خلوص من طرف مجموعة نفكر بأنها مسألة الردة هي
أو لا حد أو تعزير هو حد للحرابة أو الحربية، لكن يبقى المشكل دائما قائما. لماذا إذا كان حدا حربيا أو سياسيا أو حرابيا، لماذا نقرنه دائما بمسألة الإيمان والكفر؟ لماذا دائما حينما تكلم عن ردنا نقرنه مباشرة أوتوماتيكيا مسألة؟ هذا يدل على أنه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في ما هو منتشر معرفيا وفقهيا بين في الأمة الإسلامية، بقى هناك لا زال الربط بين هذا وذاك، وهي المعضلة التي يجب أن نعترف بها لنرتمي في مأزق فيها في أسسها لكي نبحثها. وجزاك الله شكرا لك أخ عبد الواحد، شكرا لجميع المتدخلين على ما أفادونا به. أرجو أن تكونوا أتيتم بأسئلة، وأرجو كذلك أن تكونوا خرجتم بضعفها، لانطلاقا من أن طرح السؤال هو نصف الإجابة. في هذه الجلسة الأولى جلسة توصيف لمسألة الحرية، الجلسة الثانية في تواصل مع الجلسة الأولى هي كذلك جد مهمة، سوف تتناول قضية كيف يمكن التصدي للخطاب التكفيري والإقصائي. ومن المحاضرين الأساتذة الدكاترة عبد المجيد النجار الذي سيلقي كلمة حول دور التربية الفكرية في مواجهة التطرف الإقصائي، وكذلك الدكتور محمد المستيري حول التنشئة على الاختلاف والتعدد، وكلكم كلمة من الدكتور محمد أركون. نرفع هذه الجلسة الأولى ولكم راحة لمدة ساعتين، الرجوع سيكون على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. هذه كل المعلومات اللي عندي. على كل حال مرحبا بكم إن شاء الله ظهر هذا اليوم، أشكركم جزيلا. كانوا بفلسطين يهود، كان بسوريا في يهود، كان بمصر في يهود، كان بالجزائر في يهود، بتونس، بالمغرب، وين ما كان فيهم، بالعراق كانوا مهنين، كانوا معزوزين مكرمين. يوم انهجموا على بلدنا ب 23 ايار الساعة 12 بالليل صباحا الساعة 9 10 احتلوا القرية. جمعوا هالناس رجال صفونا على شط البحر تحت بيت شبيب الدسوقي كصفوف المصلين، ودينا على رؤوسنا هيك، جابوا هالرشاشات حطوها بين الرشاش والرشاش ابو 6-7 امتار هيك، كانوا مهيئيننا للاعدام. تيجوا جنود الاسرائيليين، انت قوم حط ايدك على راسك، امشي قدامنا، دير وشك على الحيط، رشوهم يرجعوا ياخذوا غيرهم. مقابر جماعيه، خلال ساعة ساعتين كانوا معبيين شوارع القرية من الشهداء.